الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا وفيما أقمتنا فيه من أمور ديننا ودنيانا، واجعل ذلك ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، نكمل قراءة وشرح التيمم من فقه السادة الشافعية في حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب من كتاب من هذا الكتاب. وتكلمنا في التيمم وهو مقصد هام من مقاصد الطهارة، فالطهارة مقاصدها الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وإذا فقد الماء فيحل محل الوضوء والغسل التيمم. فالتيمم هو قصد الصعيد الطاهر عند إرادة الصلاة في حال فقد الماء بنية مخصوصة وبكيفية مخصوصة سوف نشرح. وقلنا في السابق أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أي اشترط فقد الماء. لكي تتيمم لابد أن تتيقن من فقد الماء، هذا الشرط، وأن يكون هذا التأكد بعد دخول وقت الصلاة، لأن الآية في أولها: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم الصلاة، وأنت لا تريد الصلاة المفروضة إلا بعد دخول وقتها، فكأنك لابد أن تطلب الماء وتتيقن من فقده بعد دخول الوقت، وهذه الشروط لابد منها أن تحفظها جيدا. وفقد الماء فقد شرعي وفقد حسي، فقد شرعي وفقد حسي. الفقد الحسي هو أنك لا تجد الماء في حد الغوص، في ثلاث حدود تعرفهم: حد الغوص وحد القرب وحد البعد. حد الغوص وحد القرب وحد البعد، ثلاث حدود. كل ده اختصار للي فات علشان في بعض الناس ما حضرتش اللي فات. حد القرب في حدود 300 ذراع، 150 متر حواليك، ده اسمه حد القرب. يجب عليك أن تتيقن من عدم وجود الماء في هذا الحد، داير داير حواليك من الجهات الأربع، في حدود 150 متر داير، يسموه حد الغوث. حد الغوث يعني ايه؟ يعني لو قلت الحقوني الناس تغيثك تسمعك، ده معنى حد الغوث. فهو قالوا انه حدود 300 متر، 300 ذراع، 300 ذراع يساوي تقريبا 150 متر بالطريقه بالمقاييس العصريه يعني. يبقى يجب ان تطلب الماء في حد الغوث بعد دخول الوقت مطلقا، ويسقط الوجوب ان تيقنت عدم وجوده. كويس؟ ان تيقنت، لكن ان لم تتيقن يجب الوجود مطلقا، يجب البحث مطلقا، ولا تبحث الا بعد دخول الوقت. ولك ان تبحث بنفسك او توكل غيرك. تبحث بنفسك او توكل ايه؟ غيرك، تقول له روح ابحث. او تنادي، تقف كده وتنادي: يا جماعة داير داير كده حواليك ب 100 متر، صوتك عالي 150 يسمعوك إذا كنت في قافلة في سفر، وتنادي: حد معاه ماء ولو بالثمن؟ محدش رد عليك، خلاص اتيمم. في حد القرب أطول شوية من حد البعد، من حد الغوث. حد القرب ده لا تطلب الماء عنده إلا إذا تيقنت وجوده. كويس؟ حد القرب ده أكتر من 150 متر وأقل من 4.5 كيلو. 4.5 كيلو اللي هو حوالي يعني ميل ونص، اللي هو نص فرسخ بالمقاييس بتاعت زمان، نص فرسخ.
حوالي ميل ونصف، والميل ونصف ده تقريبا لانه ميل حجازي بيبقى حوالي 4 كيلو ونص، يبقى ده اسمه حد القرب. حد القرب ده لا يجب البحث في الماء فيه الا اذا تيقنت وجوده، انما لو ما تيقنتش وجوده ما تروحش، كفايه عليك حد القرب، حد الغوص الاولاني. كويس. في بقى اسمها حد البعد اللي هو ما زاد عن 4.5 كيلو، الميه موجوده بس على بعد اكتر من 4.5 كيلو، يبقى لا يجب علي طلبها. خلاص فهمت ازاي؟ اتيمم خلاص، لان ده حد بعيد. الفقه ده فقه قديم، ويجب ان هو يعدل حديثا بعد وسائل المواصلات، لان الحدود دي كلها كان ايام ما كانوا بيركبوا الحمارة والبغلة والحصان او يمشوا على رجليه. كويس. انما انت دلوقتي احنا بنشرح الفقه دلوقتي، الناس لا بتركب حصان ولا حمار ولا بغل ولا بيمشي على رجليه، بيركب طيارة وبيركب قطر وبيركب سيارة وبيركب اتوبيس ويركب متسكل. كويس. يبقى لازم بقى هذا الفقه قابل للتغيير. اهو ده بقى اسمه ايه، ان الفقه ياخد يعني طريقة عصرية تراعي عصر الناس. انا دلوقتي لو ركبت العربية بتاعتي في خلال 10 دقايق ممكن امشي 10 كيلو. ال10 كيلو دي كانت زمان مش واجب ان انا اروح اجيب المية منها، لكن انا دلوقتي ساكن في المقطم والمية موجودة في السيدة عيشة على بعد 9 كيلو. على كتب الفقه مش واجب ان انا اروح لانه لحد البعد، على كتب الفقه القديمة، لان بيفترض انك هتمشي مشي، لو هتمشي المسافة دي مشي وترجع يفوت وقت الصلاة، لكن ما كانش يعرف ان عندك عربية هتنزل تدورها كده في 10 دقايق تبقى في السيدة عيشة، تجيب جركن المية وتحطه في شنطة العربية، 10 دقايق زيهم تبقى في بيتك في المقطم تقعد تتوضى. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الحدود دي بتتعلمها بس علشان لو رجعت تاني بتتحرك على رجليك. افرض انت راجل في حرب وفي صحراء ومن الجنود المشاة وفقدت الماء، يبقى هترجع للفقه القديم، حد القرب وحد الغوص وحد البعد، تبقى حافظهم عشان تفيدك انت. لكن انت في حياتك العادية في سفرك العادي، انا ماشي في الطريق الصحراوي في للاسكندرية، الطريق الصحراوي ده بيبقى فيه حتت كتيرة ما فيهاش مية، وبين المسافات بين بعضها وبعضها قد يكون 20 و30 و40 كيلو، ما حبكش بقى ان انا اقف في حتة ما فيهاش مية وانا راكب سيارة في خلال 10 دقايق هبقى في استراحة فيها مية، واقول اتيمم. تتيمم ليه؟ ده انت 10 دقايق هترجع تمشي بسيارتك هتبقى في الريست او في اي كافيتيريا او في اي نقطة اسعاف عندهم مية. يبقى الفقه لازم ايه، تبقى انت راجل فقيه، مش تقرا في الكتاب وتمشي كده اهو اعمى، لا، تعرف ان الفقه ده بيتكلم في بيئه وفي زمن وفي عصر يختلف عن العصر اللي انت فيه. لو عدت تاني لعاداتهم ترجع لفقههم، تغيرت العاده يتغير الحدود دي كلها. فهمت بقى المساله؟ لا لا، اللي هي القصر، القصر لا، ما هو اصل عندنا احنا قلنا ايه، ان السفر قد يكون العلة المشقة أو المسافة، مش كده برضو؟ علة القصر المشقة أو المسافة، فالمشقة غير منضبطة لا تصلح أن تكون علة. واضح؟ المشقة غير منضبطة لأن ما يشق عليك قد لا يشق علي أنا، فغير منضبطة. لكن المسافة هي عليك وعلي وكلنا، هي المسافة واحدة. فالعلماء اتفقوا قالوا إن العلة هي المسافة في السفر وليست المشقة، المشقة حكمة وليست علة، حكمة لقصر الصلاة وليس علة لقصر الصلاة. فإن كانت المشقة علة يبقى هنتغير، تتغير. كويس. لكن احنا قلنا ان المشقة مش علة، المشقة حكمة والعلة هي المسافة، فتظل المسافة. ده بالنسبة لقصر الصلاة، ان انا اصلي الصلاة الرباعية 2 او ان انا اجمع الصلوات، فيبقى المسافة سواء بقى سافرتها بطي الارض زي واحد من اهل الخطوه يخطي خطوه يبقى في مكه ربنا بيطول الارض بركاتك يا عم الشيخ، يقصر الصلاه. كويس. او واحد بيركب سياره او طياره او واحد بيركب عربيه كارو او كله، طالما المسافه قطعها يبتدي يقصر. لكن احنا بنتكلم بقى في الماء،
لان طلب الماء محدود بمسافات. كان زمان لو مشيتها على رجليك هيخرج منك الوقت، يجي عليك الوقت اللي بعده، فهو علشان كده حددها بمسافات تقدر تروح وترجع وتتيمم وتتوضى لو وجدت الماء في الحدود دي وتلاقي لسه الوقت موجود. فعلشان كده حددها، تحدد الغوص اللي هي 300 ذراع او 150 متر، حد القرب انت قنت بحدود 4.5 كيلو، يعني 4.5 كيلو هتمشيهم في ساعة الا ربع تقريبا او ساعة، وترجع في ساعة، والمسافة من الظهر للعصر ساعتين ونص، يبقى تدرك تصلي الظهر في وقت بمي بدل ما تتيمم، بس بشرط اكون متيقن ان انا اجد الماء. هو يصلي هناك ممكن، او يرجع تاني عشان القافلة، ما مش شرط يجيب كل اهله معاه والناس مستنينه، ما مش شرط كل الناس يروحوا، يبعتوا واحد. فيبقى الحدود دي كلها لازم تراعيها. لو كنت عندك وسيلة يبقى ممكن تزيد بقى، تزيد لو كنت بتتحرك بسيارة، وتقل لو كنت بتتحرك بالايه بالدواب المعتادة اللي هي زي الحمار والحصان او على اقدامك. واضح الحتة دي مهمة تاخد بالك منها. ايه؟ يعمل ايه؟ خلاص قربوا بقى، بعتوا واحد في حد القرب المتأكدين ان المية موجودة فيه، وقعدوا يبصوا ويدوروا، يجي 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 ما بيجيش، وفاضل خلاص ربع ساعة ويبدأ العصر، يتيمموا يتيمموا بقى ويصلوا العصر. لا خلاص، واما يجي بقى يبقوا يتوضوا للمغرب. خلاص؟ طيب، ان تيقن ان المية هتيجي في خلال الوقت قبل ما يجي الوقت اللي عليه في المكان اللي هو فيه، يعني احنا قاعدين في معسكر، والمعسكر ده بتجيلنا عربية فنطاس مية، بيجي فنطاس المية كل يوم الساعة 2:30، واحنا ما عندناش مية، والظهر بيدن الساعة 12، لكن الفنطاس المية ده بيجي كل يوم 2:30، يبقى أأخر صلاة الظهر لحد الساعة 2:30 لما يجي، واتوضى واصلي، وما استعجلش واتيمم في أول الوقت طالما أنا متيقن. طيب، في علماء قالوا إن يندب له تأخير ولا يجب، يندب ولا يجب، لأن هو متأكد صحيح، بس مش إيه، لأ ممكن يحصل أي عرض للعربية ما تجيش النهاردة، كاوتش ينام، مش عارف أي حاجة تتأخر، تيجي بعد العصر. فبعض العلماء قال يندب له إنه يتيمم في أول، إنه يؤخر ولا يجب التأخير. يندب التأخير ولا يجب التأخير. فإن تيمم في أول الوقت وصلى ليس عليه الإعادة طالما جات له المية في آخر الوقت. ولكن يبقى يتوضى للوقت الجديد. يبقى عندنا فيها مسألة دي وجهين. ناس قالوا لا استنى لحد ما تحس ان الوقت خلاص هيعدي ولسه ما جاتش، اتيمم بقى وصلي اخر الوقت قبل ما ينقض. وناس تانيين قال لك لا اتيمم في اول الوقت لان الصلاة في اول وقتها افضل. فان جاء بعد الانتهاء من الصلاة في مكان يغلب فقدان الماء عليه فلا تعد الصلاة. وان جاء الماء في مكان نادر ما يغيب المية عنه وما زال في الوقت فسحة فعيد الصلاة. وفي ناس تانيين قال لك يندب ولا يجب تأخير الصلاة فلا تعجل بتيمم حتى يأتي الماء فتتوضأ. واضح الصور دي كلها؟ كل ده اسمه فقد ايه؟ فقد حسي. لان انا عندي فقد حسي وفقد شرعي. الفقد الحسي ان المية مش موجودة، يعني انا ما عنديش مية خالص. الفقد الشرعي ان ايه؟ يبقى المية موجودة لكن في عذر منعني من استعمالها، لمرض او لمرض موجود فعلا، او ان انا خايف ان انا اعي لان المية شديدة السخونة هتحرقني، او شديدة البرودة وما عنديش قدرة على تسخينها فحعي لو استعملتها، او ان انا عندي مرض لو استعملت الماء هيتأخر برقه، هيخف ببطء شديد، او انه هيترك عيب ظاهر في عضو ظاهر، شين يعني كبير في عضو ظاهر،
كويس، يعني هيترك بقعة. قالوا لي لو استعملت المية وانت عندك المرض الجلدي ده في الحتت دي هتترك بقعة، يفضل طول عمرها لونها بني كده، بقعة كده في جسمي. فدكتور الجلدية قال لي كده، فانا خفت استعمل المية، لأحسن تبقى في عضو ظاهر، عضو ظاهر يعني بيبان في أثناء شغلي فالناس تعايرني عليه، لكن لو كان في عضو باطن في ظهري، في عضو أنا مغطيه على طول، ما يضرش استعمل المية برضه في غسل. واضح؟ يبقى ده اسمه عذر، عذر ايه؟ شرعي. يعني الشرع اجاز ليك انك تتيمم مع وجود الماء، ليه؟ لانه لا ضرر ولا ضرار. لان قواعد الشرع لا ضرر ولا ضرار. او ان الميه موجوده وحال بيني وبين وصولها وجود عدو. او قالوا لي ان الميه اللي هناك دي موجوده بس الطريق اليها كله الغام. هينفجر لغم ممكن فيك ويعورك. يبقى خلاص كانها مش موجوده. سموه عذر شرعي. او ان في سبع هناك، او في حيه بتلدع الناس لما تروح البير ده ياخدوا الميه، حيه سامه بتلدع. يبقى كل دي اسمها اعذار شرعيه. فالعذر الشرعي، او ان انا محتاج الميه دي لشرب حيوان محترم. كويس؟ يعني انا عندي ميه صحيح، بس الميه دي انا محتاجها هشربها، وهيشربها الدواب بتاعتي اللي في السفر، والفوج اللي معايا واولادي والخدم اللي معانا والناس اللي حوالينا، فمحتاجينها للشرب. فلو كلنا قمنا هجمنا عليها اتوضينا هنستهلكها كلها، نيجي نعطش بعد شويه ما نعرفش نشرب، يبقى احنا محتاجينها للشرب. يبقى ده اسمه عذر شرعي للتيمم مع وجود الماء، لاحتياجها لشرب حيوان محترم. وايه الحيوان غير المحترم؟ سته. سته الحيوان غير المحترم، سته، سته انواع تحفظها. اللي هو حتى لو محتاجها هذا الحيوان الغير محترم للشرب تتوضى برضه ويتفلق هو، مش مهم يشرب. ستة غير محترمين. الكافر الحربي، لأنه أصلا هو مهدر الدم. الكافر الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة، كل دول غير محترمين. والكلب العقور، الكلب العقور اللي بيعور، مش كلب الحراسة ولا كلب الصيد، مفيد. كلب الصيد وكلب الحراسة محترم. العقور المسعور اللي بيعض، كويس، ده غير محترم. والسادس الخنزير. خلاص، يبقى أنا عندي ستة غير محترمين، حتى لو محتاجين المية يشربوها ماليش دعوة، أسيبهم وأتوضأ. واضح؟ غير دول ها مطلقا عندنا. اصل عند الشافعيه تارك الصلاه كسلا غير كافر ويقتل حدا، برضه هيتقتل، هيتقتل على كل المذاهب، خد بال. بس الفرق ان الشافعيه يقتلوه ويغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه في مقابر المسلمين لانه تاركها كسلا. واضح؟ ويورثوا مراته وعياله وخلاص، مسلم عاصي، ويقتلوه لحق الله لانه تركها كسلا. لو تركها جحودا يبقى كافر، هيقتلوه وما لهمش دعوه بيه، بقى يرموه في المزبله ولا يصلوا عليه ولا يكفنوه ولا ملوش حق بقى، خلاص كانه كلب ومات، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا مراته تورثه لانه خلاص كافر اللي هو تركها جحودا. كويس؟ لكن الحنابلة ومن وافقهم تارك الصلاة مطلقا يقتل على كفره، فلا يصلى عليه ولا بتاع. الشافعية ميزه بس، قال لك ده تاركين الصلاة دول نوعين، نوع تاركها كسل هنقتله برضه بس ده مسلم، يقتل حدا لكنه مسلم، يورث أولاده يورثوه ونصلي عليه ونكفنه ونقول الله أكبر اللهم اغفر له اللهم ارحمه وكل حاجة وندعي له. ونوع تاني تاركها جحودا ده كافر، نبقى زي الحنابلة. اه طبعا، ما بعد الاستفادة. يبقى عرفت يا سيدي ان الحيوان الغير محترم ده باختصار اللي فات. يبقى احنا كده لمينا الحتة اللي فاتت بسرعة كده. نيجي بقى للخامس من شروط التيمم، اللي هو الحاجة اللي هتتيمم بيها اللي هي التراب بقى. ايه بقى صفة التراب اللي انت هتتيمم بيه ده؟ هيكلمك عنه النهاردة.
والخامس أي من الأشياء الخمسة، وفي بعض النسخ والشرط الخامس، ولعله صرح بالشرط هنا للرد صريحا على من جعل التراب ركنا، التراب الخامس التراب، من هتيمم توفرت كل الشروط في فقد حسي أو فقد شرعي ودخل الوقت وعرفت القبلة وليس على جسمي نجاسة وعايز أصلي، يبقى هقول لك روح اتيمم. تتيمم بايه؟ بتراب، يكلمك في التراب. كويس. التراب اي بجميع انواعه حتى ما يداوى به، وهو الطين الارمني. في طين ارمني كان زمان يستعملوه لبخه ويستعملوه في الادويه، ففي الطب العربي زمان قال لك برضو ده اسمه طين، برضو تراب ينفع تتيمم بيه. والمحرك منه، المحرك منه بشرط ما يكونش رماد، ما بقاش رماد، يعني طالوا نار لكنه ما تحولش الى رماد، برضه ممكن تتيمم بيه، لكن لو تحول لرماد ما بقاش تراب، بقى رماد. كويس. كما في الروضة وغيرهما. وطين مصر برضه يجوز التيمم به، وهو المسمى بالطفل، اذا دق في طفلة يعرفوها الجماعة الفلاحين تلاقيها ناشفة كده، تقوم ايه يدقها عشان يبقى ليها غبار، وبعدين يضرب عليها ويتيمم به. والطفل اذا دق وصار له غبار، بخلاف ما اذا كان مستحجرا. افرض كان مستحجر حجر خالص، حتى دقيته مش عايز يدق، ده ما ينفعش، لو ملوش غبار بقى متسخر لانه صخرة ولا غبار له. وبهذا يجمع بين الكلامين في ذلك. ونوع تاني كمان، وما اخرجته الارضة من المدر لا من الخشب، وإن اختلط بلعابها بعد جفافه كمعجون بمائع جف، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. الأرض دي عبارة عن دابة بتاكل التراب، تاكل التراب كده تزدرده وتتغذى على المكونات اللي فيه، وبعدين تطلعه من الناحية التانية، يكون اختلط بلعابها، يكون اختلط بلعابها، اسمها الأرض. فلما كتبنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض. فالأرض هنا في سورة السبأ دي معناها مش الأرض بتاعتنا، معناها الأرض. كل الأرض في القرآن معناها الأرض اللي احنا عايشين عليها، إلا الأرض في سبأ معناها الأرض، إلا دابة الأرض اللي هي الأرض. واضح؟ هي دي من مفردات القرآن، ذكرها اللي اهتم بمفردات القرآن، اللي هي يبقى لفظ واحد متكرر في القرآن لكن له معنى غريب غير المعنى المراد في باقي القرآن كله. خدت بالك؟ وده دليل على ان الانبياء لما بيموتوا لا تتغير جثتهم، وما ينتنوش ولا يعفنوا، لان سيدنا سليمان مات وهو ساند على منسأته، وفضل كده سنوات. سنوات، لان على مدبة الارض تاكل المنساء بتاعته لدرجة انها تقع، لانه كان ساند عليه، بتاخد لها مش اقل من 30-40 سنة على ما تاكل العصاية اللي هو ساند عليه. يبقى فضل كده عشرات السنين سيدنا سليمان لم يتغير، يبقى صدق رسول الله الذي قال ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء. يبقى الانبياء لا يتغيرون بعد وفاته، تعرفها بصريح القرآن، لأن دابة الأرض ما كلتش من ساعة سيدنا سليمان في سنة ولا اتنين ولا تلاتة، ده في عشرات السنين. فضل كده أهو قاعد كده أهو ومباصص كده أهو وهو مات. الجن باصص له فاكره إن هو مراقبه، فالجن قاعد يشتغل، وكل ما يجي يستريح يخاف يستريح لأن سيدنا سليمان باصص. وفضلوا قاعدين إيه قدامه خايفين يسيبوه، يشتغل ويشتغل سنين طويلة لحد ما وقع. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مش كده برضو؟ يبقى دابة الأرض اللي هي الأرض، الأرض دي بيطلع التراب منها مختلط بلعابها. كويس. برضو لو اختلط بلعابها وتغير طعمه وريحه ولكن صار جافا وله غبار يجوز التيمم به. واضح؟ ادي معنى كلام الشيخ، قياسا لما اختلط بمائع. يعني مثلا مائع يعني ايه؟
ده الظاهر ينسون باين، ده مائع، مائع يعني سائل، كبته على الارض كده كويس، بقى الارض التراب مختلط بينسون مائع، وبعدين جت الشمس جففته ونشفته وبقى ليه غبار، ينفع تيمم بيه. فهمت ازاي؟ ينفع تيمم بيه. ده زي اللي اختلط بلعاب دبة الارض اللي هي الارض ده. فهمت ازاي؟ ادي زي قياسا عليه، ده كلام الشيخ في كلامه. يبقى نقرا كلام الشيخ تاني عشان تاخد بالك. لكن لو كلت خشب وطلعته ما ينفعش اتيمم بيه، لان ده خشب مش تراب. فهمت بقى؟ فبيقول ايه؟ وما اخرجته الارضة من المدر، المدر اللي هو التراب يعني، لا من الخشب، وان اختلط بلعابها بعد جفافه، يبقى ينفع بعد جفاف واستعمله. كلام واضح وش على الشيخ. طيب، كمعجون بمائع جف، زي قياسا بيشبهه بالتراب المعجون بمائع، يعني بينسونه جاف او مرقه او اي حاجه بقى طاهره، او شاي، شويه شاي وقعوا وجفت، اي حاجه مائعه سائله جفت طاهره يعني، ما يكونش معجون ببول، لان البول نجس ينجسه، حتى لو جف يبقى متنجس. واضح؟ وان تغير لونه او طعمه او ريحه، والبطحاء برضو يجوز التيمم بالبطحاء، والبطحاء اللي هو مسيل الماء، عارف انت تلاقي في الصحراء كده حتت كده مجاري كده، لما ينزل الميه تكتر قوي تلاقيها جريت فيها، ولما تجف تجف، لكن تفضل محفوره كده، سموها البطحاء. والسبخ او السبخ، الارض السبخه الذي لا ينبت ما لم يعلوه ملح، الارض السبخه دي ساعات تلاقيها اما تجف او تلاقيها عليها طبقه ملح مملحه، دي ما ينفعش تيمم عليها. ليه؟ لان انا هحط ايدي هضرب على ملح مش على تراب، لكن ما طلعش ملح وهي سبخه ينفع تيمم عليها لان لها غبار. واضح؟ فجميع ما يصدق عليه اسم التراب كاف من اي محل اخذ، كل ما يسمى تراب ينفع ان انا اتيمم به من اي مكان اخذته، ولو من ظهر كلب، بس بشرط اكون متاكد ان اللي على ظهر الكلب ده طاهر، يعني الكلب كان لسه متمرغ على الارض كده اهو قدامي، وبعدين جري كده وما لحسوش لسه بالوعاب ولا حاجه كويس، فممكن ان انا اخد الغبار اللي على ظهره ده واتيمم بيه، الغبار اللي على، ولو من ظهر كلب اذا لم يعلم تنجس التراب الماخوذ منه. واعلم ان التراب اسم جنس افرادي، اسم جنس افرادي يعني ايه؟ يعني التراب فرد واحد، ما فيش انواع منه كتير، فرد ايه؟ واحد، ليس تحته انواع كثيره. إذا لم يعلم التنجس. لا، ما هو الأصل إن الكلب اللي نجس، والأصل إن التراب طاهر. لا، الأصل إن التراب طاهر. ما هو رد الأمور لأصلها. ما هو إيه طالما الكلب مليان ترابه على ظهره، ما يضرش. طالما أنا ما أعلمش إن هو نجسه، إنه لحسه. لعابه هو اللي نجس، كله نجس، كله نجس، بس التراب ده جاف وجسمه جاف. النجاسة عشان تنتقل محتاجة وسط رطب كويس، يعني فروة الكلب دي نجسة، ولو لمسك بفروته وانت هدومك ناشفة وهو ناشف ما تنجسكش، لكن لو هدومك مبلولة او هو فروته مبلولة ولمسك يبقى في وسط تنتقل به النجاسة، يبقى في الحالة دي تنجس الثوب. واضح؟ التراب جاف وفروة الكلب جافة والاتنين على بعض، يبقى ايه؟ احكم بطهارتها، لان الاصل في طهارة التراب ما لم اعلم بنجاساتها، يعني شفته بيلحس، او ان التراب ده كان لما لمس جسمه كان مبلول وجف على جسمه، يبقى بقى متنجس. واضح؟ فهمت المسألة؟ بس طبعا انا لو قدامي تراب كلب انا مش هتيمم عليه، انا بشرح لك الواقع، لكن انا شخصيا عمري ما هتيمم من على ظهر كلب يعني، لكن انا بشرح لك الكلام الشيخ، احنا بنشرح كلام الشيخ. واضح الكلام؟ يعني هو عايز يبين لك ان يعني كل الظروف،
كل الظروف عشان ما تقطعش الصلاة. الله ينور عليك. حبسوك في سجن ابو غريب وحوطوك داير بكلاب ومنعوا عنك المية وعايز تصلي تتيمم من على ظهر الكلاب، ساعتها تفتكر الشيخ البيجور تقول رضي الله عنه جزاه الله خير. يعني ممكن تحصل ظروف ما الواحد بيسمع ان ابن ادم من ظلمه بيعمل في ابن ادم اللي زيه اللي ما عملوش الحيوان في مثيله. ما شفناش حيوان عمل في حيوان اللي عمله الانسان في الانسان حقيقه يعني. فربنا ينجينا. لا ينبت يعني لا غير صالح للزراعه يعني. ما لم يعله ملح. ما لم يعله ملح. ايوه. وساعات تبقى متصله بالمياه الجوفيه والمياه الجوفيه أنت ممكن والتراب اسم جنس افرادي يعني ليس تحته انواع. افرادي يعني هو ايوه ده معنى كده ان هو حاجه واحده مفيش تحتيه انواع كثيره. انما ما يقول لك جنس جمعي يعني تحتيه افراد كثيره. الرمل جنس جمعي تحتيه انواع كثيره من الرمل، لكن التراب اسم جنس افرادي ليس تحته انواع كثيره. بخلاف الرمل فاسم جنس جمعي، يبقى الرمل انواع والتراب مش انواع. الجنس اللي هو الاسم الانسان. الانسان ده جنس. تقرا المنطق المفيد للشيخ الفيومي، كتاب كده حوالي 20 صفحه اسمه المنطق المفيد للشيخ الفيومي، تجيبه من مكتبات الازهر 20 صفحه هيعرفك ايه هي الكلي والجزئي والجنس والنوع والحاجات دي كلها، تعريفات كده سريعه تحفظها، كنت زمان انا حافظها. بخلاف الرمل فاسم جنس جمعي، فاذا قال لزوجتي انت طالق بعدد التراب تطلق مره واحده لانه التراب كله واحد. طب قال لا انت طالق بعدد الرمل تبقى طلقت منه 3 مرات وزياده. فهمت ازاي؟ ادي كلام الشيخ بقى عايز يفهمك حته دي. فاذا قال لزوجتي انت طالق بعدد التراب وقع واحده، بخلاف ما لو قال بعدد الرمل فانه يقع 3. التراب الطاهر، يبقى لازم التراب يبقى طاهر، والمقصود بطاهر هنا مطهر. فهمت؟ يرد عليه انه يشمل المستعمل فانه طاهر لكنه غير طهور، ولذلك احتاج الشارح لقول اي الطهور. يعني انا خدت التراب من على وجه المتيمم، يعني واحد يتيمم كده وراح مسح وجهه، فرحت انا ضارب على وجهه عشان ما هو على وجهه بقى فيه اثار غبار واتيمم، يبقى غلط التيمم ده لان انا استعملت تراب مستعمل. صحيح طاهر بس مستعمل. فهمت؟ يبقى ايه؟ لكن التراب الغبار اللي واقع من ايده قبل ما يمسح بيه يعني عمل كده نفض كده فراح نزل شويه على ورقه، رحت خبطتهم خدتهم اتيمم بيهم ما يجراش حاجه لان لسه ما مسحش. فهمت؟ لكن انا اخده من على عضو اللي مسحه يبقى ده بقى مستعمل. طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر. يرد عليه انه يشمل المستعمل فانه طاهر لكنه غير طهور، ولذلك احتاج الشارح اللي هو ابن قاسم لقوله اي الطهور. لما قال الشيخ اللي هو القاضي شجاع التراب الطاهر، جاء الشارح كتب ايه؟ اي الطهور عشان يخرج المستعمل. فهمت بقى المعنى؟ يخرج المستعمل. فيحتمل انه تفسير للطاهر فيكون المراد من الطاهر الطهور، ويحتمل انه زيادة قيد على كلام المصنف، وهذا هو الظاهر من صنيعه في اخذ المحترزات، فانه اخذ محترز الطاهر بقوله وخرج بالطاهر الى اخره. خرج بكلمة الطاهر خرج ايه؟ المتنجس والنجس
والمستعمل لأنه إيه طاهر غير مطهر، يبقى دي اسمها المحترازات الاحتياط. يعني لما أقول لفظ بقوله بحيث إن أنا أحتاط ما يدخلش تحتيه حاجات مش تبعه، ده اسمه الاحتراز في التعريفات. ثم أخذ محترز الطهور بقوله وأما التراب المستعمل إلى آخر كلامه، ويجاب عن المصنف بأنه عبر بالطاهر موافقة لتفسير قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس. فقال لك المصنف قال تراب طاهر، مشي على تفسير سيدنا ابن عباس ان فسر صعيدا طيبا اي ترابا طاهرا، فقال طاهرا زي كلام سيدنا عبد الله بن عباس وغيره. والمراد بالطاهر في هذا التفسير الطهور، واضح؟ الطاهر يعني الميه دي انا استعملتها في الوضوء ورحت مجمعها تاني، بقى ماء مستعمل ينفع اتوضى بيه تاني لانه مستعمل، واضح؟ كذلك فيبقى الميه اللي نازله مني وانا بتوضى دي ماء طاهر لكنه غير مطهر، طاهر بس غير مطهر، فهمت؟ يستخدم بقى امسح بيه الشقه، اسقيل الدواب، اعمل بيه حاجه، اي حاجه تانيه، لكن ما ينفعش استعمله في عباده الا لو كان هذا الوضوء وضوء تجديد، فهمت ازاي؟ او ميه الغسله التانيه والتالته لانها ما بترفعش حدث، هي الغسله الاولى هي المهمه، واضح؟ التراب كذلك، التراب اللي انا استعملته ده في التيمم، الغبار ده اللي التصق باعضائي لو نفضته ونزل واحد قبله على ورقه ما ينفعش يتيمم بيه، واضح؟ ليه؟ لانه مستعمل زي الميه المستعمله بالظبط، ادي معنى كلام الشيخ. فيبقى طاهر غير مطهر، يبقى طاهر غير مطهر غير المندى، لازم التراب الطاهر يعني بمعنى الطهور غير المندى، كل دي محترازات. غير المندى ما يبقاش مبلول، ما كبش انا ميه كده على ارض تراب ولسه مبلول واقول لك انا هتيمم عليه لانه ملوش غبار، ده هيلزق في ايدي طين، ده هيبقى طين ملوش غبار، يبقى ما ينفعش يبقى مندى، فهمت؟ يبقى غير المندى اي لان المندى يلصق بالعضو ولا غبار له، واحنا شروطنا ان التراب يبقى ليه غبار مش كده برضو؟ طيب. ويصدق الطاهر بالمغصوب، يبقى كلمة التراب الطاهر او المطهر ده يعني يبقى ينفع تراب مغصوب، يعني انا اختلفت انا واخويا في الارث، انا راجل فلاح وطول عمري قاعد في الارض مع ابويا، واخويا التاني اتعلم في الجامعة وقاعد في مصر واشتغل موظف، جا ابويا مات رحت انا بالدراع كده انا اللي في الارض، قلت له مالكش حاجة عندنا يلا، انت راجل افندي يا عم بتطلع لك مرتب، احنا هنا فلاحين روح، فرحت غصبت الارض من اخويا بقى تراب مغصوب، وجيت انا فقدت الماء وتيممت بايه؟ بقيرات الارض اللي انا خدته من اخويا ده غصبا، بقى تراب مغصوب، فهمت ازاي؟ يبقى التراب المغصوب ده التيمم به صحيح ويحرم، فهمت ازاي؟ ولو صليت على قرات الارض دي الصلاه صحيحه ولكن بلا ثواب، بلا ثواب، يقوم يبني حته بيت على القرات المغصوب ويعيش فيه 20 سنه بيصلي مسكين لا ياخدش ثواب لانه بيصلي في ارض مغصوبه، فيروح يصلح امره مع اخوه بقى واخواته البنات بالذات اللي بيتظلموا في الارياف. ها؟ عندنا يسقط عنه الواجب فرض ولكن لا ثواب عليه، يسقط الفرض. وعند الحنابلة باطلة صلاته كلها، باطلة ووضوءه باطل وتيممه باطل، عند الحنابلة كده. الشافعية صحيح مع الحرمة، كويس؟ وايه يعمل ايه اللي غصبه؟ ما عارفين ان ابوهم غصب المال ده، لا يحل بعد وفاته، يحل بعد وفاته ومن الورع يرجعوه لعمامهم، لكن يحل لهم بعد وفاته فقها، ولكن الورع ان يرجعوه يدوا نصيب عمامهم. بيسأل بيقول طب انا الراجل ده غصب الفدان الارض ده من اخواته بالدراع كده وعنده عيال، الراجل ده مات الفدان ده ورثه عياله، والمفروض ان اخوات اللي هم عمام بقى العيال دي
ليهم نصيب في الارض دي. بعد وفاته صار هذا المال حلال لاولاده، كويس، بالوفاه فقها، ولكن من باب الورع حقهم يرجعوا نصيب عمامهم، من باب الورع بس، عشان يبرأوا ذمه ابوهم في قبره، بدل ما يبقى ايه عاش حياه ضلالي ويبقى في قبره ضلالي كمان. فهمت ازاي؟ يبقى من باب ابراء الذمه. لا، الاسم مش عليهم هم، الاسم على اللي خدوا الاولاني، ودي المصيبه ان يستمتع به غيره وهو يسال عنه. فهمت المساله بقى؟ ها؟ حتى لو عارفين، من باب الورع بس، من باب الورع وحسن العشره يرجعوه. فهمت؟ من باب الورع. ها؟ ما رجعوش، ما اخدوش حرام. اللي خد حرام ابوهم. فهمت؟ بس. والموظفين اللي بياخدوا برضو اراضي الدوله واراضي المسلمين بغير حق، ويبنوا عليه عمارات ومصانع ويعيشوا، كل دي ارض مغصوبه، ما ينفعش يروح يتيمم في المصنع اللي غصبه، ولا يروح يتيمم في الايه في الشقه اللي خدها غصبا من مساكن الحكومه، عشان كان هو عضو مجلس شعب، كان هو عضو مجلس محلي، كان هو وزير، كان هو غفير. ما ينفعش، مال المسلمين حرام سم. لكن امتى يطيب؟ يطيب بطيب نفسهم. افرض انت مثلا رحت لاولاد عمامك بقى، والعمام ماتوا كلهم، قلت لهم يا جماعه سامحونا على اللي عملوا ابونا في ابائكم، يقول لك سامحناك، خلاص بقى حلال، ويصطفوا ويطردوا مع بعضهم حتى في القبر، طالما ايه بطيب نفس. يعني لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس، بطيب نفس، انما مش بطيب نفس يبقى الحرام. واضح الكلام؟ ويصدق الطاهر بالمغصوب، ايوه بالمسروق والموقوف، عمل وقف عشان يبقى مسجد، فما يروحش يتيمم بالتراب ده. فهمت ازاي؟ ومنه تراب المسجد الداخل فيه، ما ينفعش ادخل جوه الجامع واتيمم بتراب الجامع. فهمت؟ اطلع بره في الشارع واتيمم بتراب الشارع، انما مش بتراب المسجد. ما هو اصل التراب بتاع المسجد ده، ده بتاع المسجد مش ملك عام للاستعمال. الا لو كان هذا المسجد ملك شخص، والشخص اباح للناس استعمال التراب بتاعه للتيمم فيستعملوه، اذا كان ملك شخص. انما واحد وقف ومات، ومعروف ان اللي بيوقف المسجد بيوقفه من اجل الصلاه واقامه الشعائر، مش من اجل استخدام ترابه، فما تستعملش ترابه لانه ما نصش في الوقف. واضح؟ والميه نفس الحكايه، ما هو الميه هو بنى الميضه، دليل انه ابحها، هو بناها ليه؟ وعمل مواسير وحط الحنفيات، دليل انه ابحها. واضح؟ عشان الناس تتوضا، دي اباحه واضحه. لكن هو ما عملش الميضه. انت بقى رحت جاي، رحت دقيت الماسوره، ورحت دخلت وبنيت وقعدت خدت جزء من المسجد وعملته حنفيات بدون اذن الواقف، ومات الواقف ده، يبقى اللي عملته ده حرام. لكن في حال حياته استأذنته خلاص، لا، يعملوا بقى ميضه ثانيه قدامه، ويفضل ده مسجد واقف كده بالمساحه اللي قالها الواقف، يبقوا يجوا متوضيين من بيوتهم. لان اصل ايه بيقول لك ايه، ان شروط الواقف، شروط الواقف زي الشرع، هي الشرع كده، اصبحت شرع كانها دين تنفذ. لا، للمشقه تغلب التيسير. هنا اصل ما فيش مشقه، افرض ما فيش جامع اصلا، افرض ما فيش جامع، هنا ايه المشقه؟ هو لازم كان يبقى في جامع هنا؟ مش كانش دي لازم يبقى في جامع؟ روحوا للجامع الثاني اللي فيه مصر، تعالى متوضي من بيتك يا اخي. فهمت ازاي؟ ما فيش مشقه، انا عامل المساحه النص فدان دي مسجد، ما ينفعش تاخد منها كم متر تقول لي هعملها نيضه بعد انا ما مت. انا مش موافق يا اخي. يمكن انا كنت في حال حياتي ما بحبش الزروطه، ومش عايز حد يقعد يتبول ويتبرز في الارض بتاعتي، انا عايزها تبقى طاهره كده كلها للصلاه والذكر. تيجي تاذيني ليه وتاخد انت 20 30 متر من ارضي، وانا سايبها كده مسجد عشان يذكر فيها اسم الله طول النهار؟ تاذيني كده. فهمت ازاي؟ عشان كده تفضل كده زي ما هو. مش الناس يضربوا المثل بالحاجه اللي محدش عارف يتصرف فيها، ولا انت عامل زي الوقف. وقف يعني ايه؟ يعني حاجه واقفه كده ما تعرفش تحركها، هي كده.
زي ما صاحبها اوقفها تعرفش تلعب فيه. يجوز للمعتكف تنوي الاعتكاف هنا، يعني عايز تنام انوي الاعتكاف هنا. ما هو بقى مسجد خلاص العاكفين، والاكل كذلك، افرض جعان وعايز تاكل لا يجوز الاكل في المسجد الا للمعتكف، فانوي الاعتكاف وكل عشان تحللها. ما كانوش داخل المسجد، ده كانوا خارج المسجد، كان فوق يعني في اخر المسجد في الفسحه اللي خارج المسجد، كان مسجد النبي حدوده كده، ودي كانت خارج المسجد، خدت بالك؟ ويصدق الطاهر بالمغصوب، ايوه بالمسروق والموقوف ومنه تراب المسجد الداخل فيه وقفيته، فيصح التيمم به مع الحرمه، يصح التيمم به مع الحرمه يعني مع الحرام. وتراب مقبره ينفع تيمم بتراب المقبره؟ ان لم تنبش، لكن لو كانت منبوشه يبقى بقى متنجس لانه اختلط بصديد الموت، يبقى ما ينفعش، لكن مقبره ما نبشتش يتيمم بترابها ما يجراش حاجه. كويس؟ وتراب مقبره بتثليث الباء، مقبره مقبوره مقبره، ينفع كده الباء بتثليث. وقوله لم تنبش، ايوه لو احتمالا، فلو شك في كونها نبشت او لا صح التيمم بترابها لان الاصل الطهاره، بخلاف التي نبشت يقينا كقرافه مصر، البيجوري اصله مصري فقال لك قرافه مصر نبشت يقينا من ايام القبط من قبل دخول الاسلام فيها، كل شويه يقلبوها ويقلبوا ترابها ويعملوا مقابر جديده فوق اللي قبليه، فنبشت يقينا مئات المرات، يبقى دي ما تنفعش قرافة مصر، فإن ترابها متنجس لاختلاطه بصديد الموتى، لكن يعفى عن القليل من الداخل في النعال بس وانت ماشي فيها يعني. ويوجد في بعض النسخ زيادة بالتنوين، وقوله في هذا الشرط أي الخامس، وقوله وهي له غبار، وهي إيضاح لأن من شأن التراب أن يكون له غبار، هكذا قال المحشي، لكن قال في شرح المنهج وخرج بله غبار ما لا غبار له، كالتراب المندى والطفل المستحجر، الطفلة المستحجرة ما تنفعش كما تقدم. فإن خالطه يعني خالط التراب، هذا إشارة إلى أنه لابد أن يكون خالصا من الخليط الذي يلصق بالعضو، فإن خالطه قص يعني جبس وجير، بقى تراب عليه جير، الجيم بكسر الجيم وفتحها جس وجس، وهو الجبس او الجير، وقوله او رمل وكذا غيره من كل مخالط كدقيق وان قل الخليط، وقوله لم يجزي من الاجزاء او لم يجز من الجواز، والاول اولى، وان كان قول الشارح فيما بعد جوز ذلك يناسب الثاني، يعني اختلط التراب بجبس، اختلط التراب بدقيق، يعني احنا في الطحونه وارض الطحونه تراب على دقيق، ما ينفعش اتيمم بيه لان الغبار اللي هيلصق بيه ده غالبا بيبقى دقيق لانه هو اللي بينتقل اسهل من التراب. كويس؟ يبقى ما ينفعش. لكن لو اختلط برمل وله غبار، فيها خلاف في الرمل، فالخلاف في الرمل مش في الجص والدقيق، الخلاف في الرمل في صورة الرمل بس، مش في الجص ولا الدقيق. واضح؟ وهذا أي عدم الإجزاء أو عدم الجواز عن الضبطين السابقين، وقوله موافق خبر اسم الإشارة الواقع مبتدأ، لكنه في الروضة والفتاوى استدراك على ما قبله لأنه ربما يهم أنه لم يخالف ذلك. وقول جوز ذلك أي التيمم بالتراب الذي خالطه رمل، الإمام النووي في الروضة وفي بعض كتبه قال لا يجوز، وفي كتب تانية قال يجوز، يقصد التراب المخلوط برمل، فالخلاف في التراب المخلوط برمل هل يجوز ولا لا يجوز، ده الخلاف، لكن مش في المخلوط بجص اللي هو جبس، ولا اللي مخلوط بدقيق أو غيره. واضح؟ أو حنة أو أي حاجة بقى، واخد بالك؟ يعني ساعات انت تبقى عند العطارين تلاقي التراب مخلوط
بالعطارة بتاعت المخزن، فده برضو ما ينفعش تتيمم بيه لأنه مخلوط بحاجات كتيرة بقى من العطارة. اللي هيلتصق بيه لك مش متأكد ده تراب ولا حنة ولا أي حاجة من ال أو العرقسوس، ما بيبيعوا الرقسوس لو غبار برضه، واخد بالك، ويجي عكيل كده ينزل الغبار يبقى على الأرض على وش الأرض، فبتيجي تضرب تتيمم ما تعرفش اللي طالع إيدك ده عرقسوس، تشمه كده تلاقي ليه روائح غريبة كتيرة لأنه ده محل عطارة، فما تتيممش بقى بيه، تيمم بره. فاهم؟ ما أصل ده جير، حجر جيري، ما اسموش تراب، ما اسموش تراب، احنا قايلين التراب. وقول جوز ذلك اي التيمم بالتراب الذي خالطه رمل لا جص، فالخلاف في مسألة الرمل لا في مسألة الجص، وإن كان ظاهر صنيع الشارح أن الخلاف فيها أيضا، ويحمل القول بعدم الإجزاء على ما إذا كان الرمل ناعما يلصق بالعضو، والقول بالإجزاء على ما إذا كان غير ناعم لا يلصق بالعضو. لو الرمل ده خشن ملوش غبار لكن مختلط بتراب له غبار، يبقى لما هضرب إيدي عليه اللي هيلصق بإيدي الغبار بتاع التراب لأن الرمل ده لا غبار له، لكن لو كان رمل له غبار وتراب له غبار واختلطوا ببعض ما ينفعش. يبقى هنا نجمع بين كلام الإمام النووي لما قال أحيانا ينفع وأحيانا ما ينفعش، يبقى يقصد هنا رمل له غبار فما ينفعش، ولما قال ينفع يقصد رمل لا غبار له فينفع لأنه اللي هيطلع غبار التراب. فهمت كلام الشيخ؟ فلا تنافي بين القولين للجمع بينهما بذلك. لو رمل بقى أنا في صحراء كل الصحراء رمل، يبقى المناطق الرمل اللي له غبار يجوز التيمم بيه. فهمت ازاي؟ بس لان المنطقه هنا فيها تراب والاصل التراب، والاصل هنا التراب، هناك ما تعذرش ما عندوش تراب اصلا، ده هو كل الصعيد اللي قدامه رمل، خدت بالك؟ هو ده المتاح، هو ده المتاح، ويجوز طبعا عند الملكيه ما يجراش حاجه، يعني الملكيه يجوز، الملكيه يجيز حتى ما لا غبار له طالما من على الصعيد. الشافعيه هم اللي اشترطوا الغبار، الملكيه قالوا كل ما على الارض صعيد، لو جبت حته رخامه وغسلتها وصبنتها ونشفتها واخر جمال ما فيهاش ريحه الغبار وضربت عليها كده وتيممت يجوز عند الملكيه. واضح؟ جبت حتة زلطة ناعمة آخر جمال ما فيهاش ريحة الغبار وغسلتها ونضفتها وحطيتها على السرير عندك وأنت واحد مريض، ينفع يخبط عليها وهي لا غبار لها ويتيمم ويصلي على مذهب الملكية، لكن على مذهبنا إحنا لا، بنفتي بيها الناس، إحنا بنفتي بمذهب الملكية للناس اللي عاملين جراحات، لأن مش معقول أقول له هات مثلا وهو عامل جراحة هات صينية حط فيها شوية تراب حطها جنبك تحت السرير، هيقول لك جراح إيه ده؟ ده جراح الغبرة. فبنقول لهم بمذهب الملكية في المسألة دي. خلاص يبقى يبعد عنها دي ما يتيممش بيها. خلاص لو لم يتيسر لي ياخد بمذهب الملكية في المسائل دي. يعني عايش في أراضي صحراوية، أراضي رملية، أراضي جيرية، أراضي رخامية. واخد بالك؟ أو أراضي صخرية، ما في جبال صخرية. ياخد برأي الملكية بقى عشان ما يضايقش على نفسه. واضح؟ ما احنا قلنا نفس الحكاية بقى، يبقى حرام ويصح، حرام ويصح. لا ما ينفعش، اللي اتحرق ما ينفعش، يعني الطوب الأحمر ده كان أصلا طمي وبعدين اتحرق في الأماين بتاعت الطوب لما بقى أحمر كده، ما ينفعش ان اتيمم بيه لانه صار رمادا تغيرت طبيعته ما بقاش تراب. واضح؟ والاسمنت نفس الحكايه، ما ينفعش اروح اتيمم باسمنت لانه اصابه نار وتغيرت طبيعته. واضح؟ يبقى هو حاجه طبيعيه ربنا خالقها لم يمسسها نار ويصح. ايوه لا الرمل، لأنه هو الإمام النووي عايز يقول إن التيمم بغبار التراب مش بغبار الرمل،
فلو اختلط التراب الذي له غبار برمل لا غبار له فيجوز التيمم، لان الغبار اللي هيطلع هيبقى غراب التراب. لكن لو اختلط برمل له غبار فبقى غبار رمل وغبار تراب، فانت اما تيجي تخبط عليه ما تعرفش اللي طلع له غبار تراب ولا غبار رمل، فده ما ينفعش. ادي كلام الامام النووي. الغبار ده مش الحبيبات الرمل، الغبار ده تراب تشوفه كده لما يبقى الشمس ضاربه بطريقه معينه تلاقيه زي الذر كده، عارف، في الجو كده، هو ده اسمه الغبار ده. هو ده احنا كان اجدادنا مثلا ساعات يجي لك على المخده بتاع السرير اللي بقاله مثلا شهر ما تنفطش، بيبقى عليه طبقه تراب كده غبار خفيف، يروح خابط عليها كده ومتيمم خلاص كويس مصلح، ما تنضفش الشقه عشان تبقى صالحه للتيمم في اي وقت. اي خلاص اي حته عليها تراب كده غبار اتيمم بيه. ها لا بس تبقى شايفه وعارفه، يعني انت بتشوف الحته دي مطربه بدليل ان انا لما الاقيها كده اقول لهم هاتوا حاجه امسحوها لي، واضح؟ حتى من غير الشمس، يعني انت لما تبص كده على الحاجه على اي سطح كده تعرف ده مطرب ولا مش مطرب، عايز الشمس دي اي حاجه كده. ده بيودي لك بتشوف الذر الغبار، هو ده لما يبقى على سطح بقى اخبط عليه، انما هتخبط في الهواء خده على سطح بقى. اي حاجه ان شاء الله، ترابيزه المطبخ اي حاجه ما اتنضفتش. ليه؟ طب ما هو احنا عايزين طبقه خفيفه، واحنا عايزين نغبر وشك ليه؟ احنا عايزين طبقه خفيفه خالص، مش عايزين اصلا نوسخ وشك. لو عملت صباعك كده على الازاز بيطلع اهي، هي دي بس ده ملمعينه حلو هنا، هنا النظافه كويسه في المسجد. كويس، تعالى العياده عندي، الراجل ما بينضفهاليش خالص، تعالى افرجك الغبار شكله ايه. عندي الراجل الحاج صبري ربنا يهديه يا رب، بركه هذا المكان، ينضف لي العياده يا رب. ده بيعتبر ان الغبار اللي على المكتب ده عهده، عهده، يخاف يضيعها لانها دي عهده حاجه، واعمل له اختبار بينضف ولا لا، اروح رامي حته ورقه كده افركها تفضل شهر، اقول يا رب يشوفها بس مره كده احس انه بينضف حاجة. وفي الاخر انا بقى في الاخر ازق منها اروح شايلها ورميان، ربنا يهدي يا رب. ها طبيعه بقى، ربنا يسهل. ما هو الحلو ما يكملش، هو في صفات حلوه كتير الا دي، مش عايز، ربنا يهديه. ويصح التيمم ايضا برمل فيه غبار، اي بان كان يلصق بالعضو لانه من طبقات الارض، ولا يخفى ان هذه المساله غير التي قبلها، لان الرمل فيما قبلها كان مخالطا للتراب، انما ما يبقى ارض رمليه بس ولها غبار اتيمم بها. ادي كلام الامام النووي. كويس؟ لا، بأن كان يلصق بالعضو، لا بأن كان يلصق بالعضو برمل فيه غبار، أي بأن كان يلصق بالعضو، عشان أنت عايز حاجة تلصق في عضوك تتيمم بيه. أيوه، لأنه من طبقات الأرض، ولا يخفى أن هذه المسألة غير التي قبلها، لأن الرمل فيما قبلها كان مخالطا للتراب وفي هذه كان منفردا، وخرج آخر كلامه شروع في أخذ المحترزات بقول المصنف التراب، أو رد علي أن التراب لقب وهو لا مفهوم له، وأجيب يعني اللقب بيقول لك اللقب لا مفهوم له إلا لو في قرينة تدل على أن له مفهوم، فإن قرينة أن التراب هنا له مفهوم، تراب له غبار، يبقى مش مفهوم لقب لا يؤخذ به. لا، وأجيب بأن محل ذلك ما لم توجد قرينة على اعتباره، اعتبار أنه هو المفهوم لقب يؤخذ به، وقد وجدت القرينة هنا وهي تخصيصه بالذكر في حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورة، والتربة لغة في التراب وغيره، أي غير التراب، وقوله كنورة يعني خرج بكلمة التراب غيره زي النورة، والنورة بضم النون وهي الجير المحرق، الجير المحرق قبل طفئه، وقيل حجر الكلس اللي هو حجر الكالسيوم المتكلس ده، وهو حجر الجير، عايز تشوفه روح الجيارة، في حتة اسمها الجيارة في مصر القديمة تشوف الحاجات دي هناك.
ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. كان زمان يستعملوا النورة دي عبارة عن عجينة كده يعجنوها وبعدين يستعملوها لإزالة الشعر الإبط وشعر العانة والحاجات دي. وسحاقة خزف، ما سحق من الطين المحرق. عارف انت الناس اللي بيصنعوا الخزف يقعدوا يبردوا كده ويعملوا، تروح هناك تلاقي عندهم اكوام تراب كتير كده، ده ما ينفعش تتيمم بيه لانه مش تراب، ده حاجة تانية. سحاقة خزف، ما سحق من الطين المحرق كالاواني ونحوها. ولذلك قال في القاموس الخزف الجرار وكل ما يشوى من الطين حتى صار فخارا او فخارا، هي حقها تقول فخارا، من صلصال كالفخار، القرآن جه كده بفتح الفاء، لكن المصريين يقول فخار بضم الفاء. لكن قال في المصباح الخزف هو ما يتخذ من الأواني قبل طبخها وبعد طبخها يقال لها فخار. وقال في الصحاح الخزف الجرار واقتصر عليه وخرج بالطاهر النجس أي المتنجس. وأما التراب المستعمل مقابل لقوله فيما تقدم أي الطهور، والمستعمل هو الذي استعمل إما في إزالة النجاسة المغلظة، لأن النجاسة المغلظة الكلبية بتغسل 7 إحداهن بالتراب، فإذا استعمل في إزالة نجاسة وجف ما ينفعش أتيمم به. وإن غسل وجفف وصار له غبار، أو في التيمم وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم بعد مس العضو. أما ما تناثر من غير مس العضو قبل ما يمس العضو ده ينفع تتيمم به، لكن اللي خرج من عضو بعد ما تيمم هو ده المستعمل اللي ما تستعملوش. فإنه غير، ولو رفع يده في أثناء مسح العضو ثم وضعها صح على الأصح. طب أنا بمسح أهو بتيمم أهو، خبطت كده قلت بسم الله نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، دي كيفية التيمم، بسم الله نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة وكان بعد دخول الوقت وبعد التأكد من فقد الماء وتوفيت الشروط كلها ورحت ضربت الضربة دي ورحت إيه ماسح كده كويس، وبعدين رحت خابط الخبطة التانية واروح ايه جايب كده شايف ظهر صوابعي دي على بطن صوابعي الشمال، اروح اعمل كده شايف واسيب كفي بقى علشان اما اجيب كده يبقى كفي هنا، وبعدين اسيب صباعي ده عشان اجيب الحتة دي الحتة دي، وبعدين اروح جايب ده التراب هنا ما استعملش لسه اروح جايبه هنا اروح اعمل كده واروح ملف اجيب الايه باطن الكف كده واروح جايب كده، يبقى انا كده اتيممت سهله. طيب افرض وانا بعمل كده لقيت القلم هيقع مني، رحت عامل ايدي كده رحت ماسك القلم حطيته في جيبي ورجعت تاني، يبقى اسمه الماء ده مستعمل، بقى التراب ده مستعمل لما فصلت ايدي قبل ما اكمل المس. ادي الصوره اللي عايز يقولها لي، قال لك لا لا يستعمل مستعمل، لا يكون مستعملا في الاصح، يعني لان فيها خلاف، في وجه بيقول لك انه مستعمل وجه تاني يقول لك ليس مستعملا في الاصح. واضح؟ فهمت الصورتين؟ طيب. لا بتقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة. دي نية التيمم، لأن ما بيرفعش حدث، ده بيبيح الصلاة بس. ما فيهاش تخليل. لا. ما فيهاش تخليل. ما هو ما استوعبنا اهو واهو سبع قال عين الدرجه اهو اهو كويس. دي اول ضربه. الضربه الثانيه اروح حاطط ايدي اهي كده، دي ما بلمسهاش بقى عشان دي هستعملها الايد الثانيه، دي شايلها كده محافظ عليها، اروح ضارب كده واروح ماشي بده كده اهو، اجي لحد المرفق اروح لافف يقابل ايه باطن الكف اللي هو ما استعملش اهو، يتبقى لي الحبه اللي على صباعي ده اروح جايبهم على ظهر دي على ظهر الابهام لان الابهام ما اتلمس خلاص، دي لسه سليمه اروح مستعملها هنا، اروح لافف كده واجي هنا اروح لافف كده وده لسه سليم اروح جايب بيه ظهر ده. فهمت بقى المساله سهله؟ تيمم سهل، لا مفيش تسليس، هي ضربتين، ضربه الوجه وضربه للكفين، والذراعين سنه، الذراعين سنه للكفين، فيها خلاف يعني فيها مذاهب. جاهل ليه؟ ما هو لازم اللي يتعلم التيمم يعمله صح،
ما هو اصل الواحد ما يهجمش على الحاجه الا لما يتعلمها، واخد بالك؟ لازم الاول يتعلم. يا عم الشيخ زاهد يا عم يقول له كده حفظها خلاص سهل، يعملها كده طول عمره صح بقى، طالما شافها هيعملها طول عمره صح. بس اخر سطر بقى عشان تروح. اما ما تناثر من غير مس العضو فانه غير مستعمل، ولو رفع يده في اثناء مسح العضو، ولو رفع يده في اثناء مسح العضو اللي هي الصوره الثانيه اللي قلتها لك لما وقع الالم منه ثم وضعها صح على الاصح. كويس. ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحه التيمم الواحد او الجمع الكثير من تراب يسير مرات كثيره وهو كذلك. يعني ممكن نحط صينيه فيها تراب وكل ما نيجي نتيمم نخبط فيها ونتيمم، ونرجع المره الجايه نتيمم نخبط فيها ونتيمم، واحنا جمع كبير ما يجراش حاجه، لان المستعمل هو اللي بقي على العضو مش اللي انا اما خبطت عليه. فهمت المعنى؟ ونقف على فرائضه يوم السبت بعد القادم. السبت القادم اجازه، السبت القادم ان شاء الله اجازه. اتفضل. ايوه 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 ما هو انت اتوضيت الاول بعد ما ازلت النجاسه في الغسل ونويت رفع الجنابه، وبعدين ليفت نفسك بالصابونه، وبعدين بعد كده بتشطف نفسك، الشطفه دي هي بقيه الغسل والوضوء. ها؟ انت اللي بتشطف نفسك في الاخر بميه ما فيهاش صابون، فتم الغسل بالشطفه الاخيره. فاهم؟ بالشطفه الاخيره. والوضوء الاول صحيح ما لم تمس ذكرك في اثناء تليف جسمك بباطن كف. فاهم؟ جعلت ليا. اه. لا ليا. ما احنا قلنا ان دي ببركات نبينا صلى الله عليه وسلم، دي من خصوصيات نبينا، فعمت بركتي على امتي الى يوم القيامه. فما زال الانتفاع به قائما الى يوم القيامه صلى الله عليه واله وسلم، خلافا لمن ذهب غير ذلك من الوهابيه ومن شاكله. لازم نجيب سيرتهم برضه كل شويه كده، ما يجراش حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. اتجاهه على القبر وفي حاجز حائط جدار يجوز. يا سيدي مش في جدار؟ خلاص بقى، خلاص. امال هتعمل ايه انت؟ جدار خلاص، مفيش حاجه، طالما في جدار خلاص. فهمت؟ ولو مفيش جدار الصلاه صحيحه مع الحرمه. لا، مع الحرمه عندنا والكراهه عندنا برضه، في وجهين لكنها صحيحه. واخد بالك؟ بس محدش قال بطله، لكن الوهابيه قال لك شرك، اوعى تعمل شرك، خلوها شرك مش باب فقه، خلوها باب الشرك. ما تبطلش عندنا. طب ما كتير قوي واحد واكل مال النبي وقال الله اكبر ويصلي، صلاته باطله؟ هو متلطخ بالحرام كله، كذاب. واخد بالك؟ لكن وضوءه صحيح، اما يكذب وضوءه يبطل. نفس الحكايه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.